عندي مثال آخر يقول لك what is the modulation index of FM signal have carrier swing kilohertz when the modulating signal has frequency 8 كيلو. يعني يقول لك هنا أنا بالمطلب السؤال يقول لك احسب لي modulation index اللي هو نفسه modulation index اللي هو يقول لك احسب لي modulation index. ايش مطيني السؤال؟ طبعا اما اللي شات الاف ام مطيني كارير سوينج اللي هو شديد قيمته 100 كيلو هرتز، وايضا مطيني الموديليتنج سيجنال. يعني الموديليتنج سيجنال معناتها الاف ام او البي شديد قيمتها 8 كيلو هرتز. شنو احسب؟ شنو رايد ما عندي؟ رايد ما عندي ديفيشن ريشيو او اللي هي سميها موديليشن اندكس. المودريشن اندكس شنو قانونها؟ يساوي لي دلتا اف على الباندويث. الدلتا اف مين اقدر احسبها؟ احسبها من كارير سوينج. شنو معناتها؟ معناتها الفرق او الاختلاف بين الاعلى قيمة التردد واقل قيمة التردد. يعني عندي شو يساوي؟ يساوي لي دلتا اف على 2. اذا الدلتا اف شنو يساوي لنا؟ 2 في كارير سوينج راح يساوي لنا راح يصير تقسيم 2 دلتا اف. اذا الدلتا اف راح يساوي لنا كارير سوينج على 2 اللي راح تكون قيمته 50 كيلو هرتز. اذا الدلتا اف نجي نعوضها بيته يساوي لنا 50 10 اس 3 على 8 10 اس 3 راح تكون القيمه عندي 6.25 هرتز. طبعا هنا هذا يعتبر اكبر من الواحد. طبعا اذا قال لك احسب لي الباندويث، يعني انا اضاف لك الباندويث، نقدر نطبق قانون كارسون رول. طبعا هذا المثال. عندي مثال ايضا، المثال هو يقول لك احسب لي، عندك مطيني 1.107.6 ميجا هرتز كارير سيجنال. يعني عندي هنا الاف كارير في قيمته 1.707.6 في 10 أس 6 هرتز. ايضا ايش مطيني؟ از فريكونسي، والفريكونسي مودريتد يعني اقصد بيها الاف ام او البي في قيمته تردد شارت المعلومات 7 في 10 أس 3 هرتز. بعده ايضا طبعا هنا يقول لك احسب لي الكارير سوينج اوف ذا اف ام سيجنال هايس اند لو فريكوانسي اتيند باي ذا موديليتد موديليشن اندكس اوف اف ام ويف. طبعا مطيني هنا ملاحظه، طبعا الملاحظه هنا راح تكون بس يعني مكتوبه هنا يعني تكمله وياها. يقول لك ذا ريزلت اوف اف ام سيجنال هاز فريكوانسي ديفيشن يعني دلتا اف قيمتها 50 كيلو هرتز، 50 في 10 أس 3 هرتز. تمام؟ شنو رايد؟ رايد أول شيء كارير سوينج. كارير سوينج شو راح يساوي لي؟ يساوي لي 2 دلتا اف. زين. 2 دلتا اف ايش قد؟ في 50 في 10 أس 3 يعني يساوي لنا 100 كيلو هرتز. هذا المطلب الأول، مطلب A. مطلب B يقول لك the highest and lowest frequency attained by the، يعني يقول لك اعلى تردد واقل تردد. زين احنا شلون نقدر نوجد اعلى تردد واقل تردد؟ اذا تذكرون كنا نقدر نحسب عن طريق قلنا حساب وين اكثر تردد، اكثر منطقه يصير بها تردد عالي واقل منطقه يكون بها تردد. يعني كان القانون اللي استخدمناه W او اوميجا يساوي لنا اوميجا C زائد K MP. طبعا هذا كان بشكل عام يعني شامل للاف ام. هنا الام بي شنو كان؟ كان اعلى تردد واقل تردد. اوكي يعني اعلى امبليتيود، لان الام بي هو الامبليتيود. اذا اريد اعلى تردد واقل تردد الام بي اما تكون موجب واحد او تكون شنو؟ سالب واحد.
تمام؟ زين، هنا طبعا هاي شنو صيغة الأوميجا، إذا ننتبه بصيغة التردد، هذا نفسه تردد طبعا راح يكون هو هنا التردد على الأوميجا على 2 باي، أوميجا على 2 باي. عندي هنا راح يكون عندي ترددين، أعلى تردد راح نسميه اف ماكس، شو يساوي؟ هنا نفسه راح نكتبه هو اف كارير زائد كي ام بي على 2 باي. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا طبعا هنا احنا قلناها طبعا هذا قانون التردد اللحظي نفسه، التردد اللحظي نفسه. هنا هذا ال كي ام بي على 2 باي مو يساوي لنا دلتا اف عند البي من عند الاف ام، يعني نفسه نقدر نكتبه هو اف كارير زائد دلتا اف. اوكي، هاي الدلتا اف اما تكون هنا اشارتها سالبه او تكون اشارتها موجبه، الاعتماد على شنو؟ قيمه الام بي، لان ام بي شنو؟ اللي يعتبره الامبليتود لاشاره المعلومات الماكسيموم، يعني اما تكون قيمتها فرضا اشاره ساين لو تكون موجب واحد لو تكون شنو؟ سالب واحد. يعني اف ماكس شو يساوي؟ اف كارير زائد دلتا اف. اف كارير ايش قيمته؟ قيمه الاف كارير هو 107 107.6 في 10 اس 6 زائد الدلتا اف ايش قيمته؟ 50 كيلو هرتز 10 اس 3 نجمعهم راح تظهر لي نتيجه 7.63 زائد 50 طلع لي 1.765 ميجا هرتز 107.65 ميجا هرتز. هنا 50 راح تنضاف فقط، هذا اف ماكس. زين اف مينيمو اللي هو اقل تردد شو يساوي؟ اف كارير ناقص دلتا اف. ليش دلتا اف؟ عندما يكون هنا ام بي شنو؟ جزء بالجزء السالب، يعني اقل قيمه بمن؟ اقل قيمه للاشاره المعلومات كامبليتود اللي هو راح يكون بالسالب، راح شنو تكون عندي؟ اف كارير 107.16 في 10 اس 6 ناقص 50 في 10 اس 3 ايش قد يساوي لنا؟ نفسه طلع لي 107.55 ميجا هرتز. هذا شنو؟ هذا شنو يمثل لي؟ يمثل لي المطلب الأول. زين المطلب الثاني شنو؟ المطلب العفو المطلب بي. المطلب الثالث اللي هو احسب لي الموديليشن اندكس. الموديليشن اندكس هو سي، الموديليشن اندكس اللي هو بيته يساوي لنا دلتا اف على F في المعلومات أو نفسه دلتا F على ال B. دلتا F جت عندي 50 في 10 أس 3 على الباندة لإشارة المعلومات إيش قد كان عندي؟ كتبنا 7 في 10 أس 3 7 10 أس 3 إيش قد يساوي لنا؟ 50 تقسيم 7 7.14. هذا شو مثل لي؟ مثل لي موديليشن اندكس. ايضا عندي مثال اخر يقول لك اذا عندي هاي معادله انجل موديليشن فور ذا انجل موديليشن سيجنال، يقول لك هاي معادله انجل موديليشن، يعني ما قايل لك لا هي اف ام ولا هي بي ام، اوجد لي الام اوف تي، يعني استخلص لي او قل لي شنو هي قيمه اشاره المعلومات الام اوف تي. الام اوف تي تمثل انشارة المعلومات. اذا عندي حالتين، اذا كانت هاي الاكس سي اللي هي للانجل موديليشن هي اشارة بي ام وعندي قيمة الكي بي 10، او عندي هنا هي نفس اكس اوف اكس سي اوف تي يساوي هي اشارة اف ام مع ان قيمة الكي اف هو شنو؟ 10 باي. اول شيء راح نحلها باعتبارها شنو؟ اشارة بي ام. اول حالة عندما تكون الـ x of t هي شنو؟ اشارة bn phi bn. انا اجي اكتب المعادلة الرئيسية لاشارة bn، شو يساوي لي؟ معادلة رئيسية لاشارة bn، او راح اكتب هاي المعادلة هي 10 cosine 2 pi
10 أس 6 دي زائد 10 ساين 2 باي 10 أس 3 تي. أوكي، شوف المعادلة شنو. معادلة البي ام نفسها راح نكتبها، راح نكتبها جوا، هي قيمتها شنو؟ A كوساين 2 باي 10 2 باي فقط أوميجا سي، أوميجا سي دي زائد 10 العفو ليش 10 كي بي ام اوف تي. تمام، هنا إذا أريد نقارن هاي المعادلتين، هاي أيضا إشارة الفاي أوف إم. أول شيء يقول لك احسب لي إم أوف تي، الإم أوف تي نجي نقارن، هذا الجزء العشرة هو شنو يمثل لي؟ الأمبليتيود. الـ 2 باي 10 أس 6 تي شنو يمثل لي؟ أوميجا سي. هذا الجزء اللي صاير عندي 10 ساين 2 باي 10 أس 3 هو نفسه كي بي إم أوف تي. إذا راح نجي نكتبه كي بي إم أوف تي شو يساوي لي؟ يساوي لي 10 ساين 2 باي 10 أس 3 تي. تمام؟ زين، الكي بي ايش قد عندي قيمته حتى انا اعرف، حتى انا شنو اريد اوجد؟ يقول لك هو احسب لي الام اوف تي. الام اوف تي انا اريد احسبه، شنو هي قيمه الام اوف تي؟ اللي هي اشاره المعلومات. الكي بي ايش قد عندي قيمته؟ 10. يعني هنا ايش راح يصير عندي؟ ام اوف تي هنا هاي الكي بي 10، وين ال 10 راح تروح؟ كانما راح يبقى عندي إشارة المعلومات ام اوف تي فقط ساين 2 باي 10 اس 3 تي. هذا اذا هاي شو تمثل لي؟ هاي تمثل لي إشارة المعلومات عندما يكون الاكس سي اس بي ام. زين، عندي المطلب الثاني عندما يكون الاكس سي اس اف ام اوف تي يساوي لنا اف ام. نجي نكتب معادلة الأفهم، معادلة أو نقدر نعيد هاي نفس المعادلة، هي 10 كوساين 2 باي 10 أس 6 تي زائد 10 ساين 2 باي 10 أس 3 تي. أجي أكتب معادلة الأف إم هو A كوساين أوميجا سي تي زائد K F تكامل من سالب انفينيتي تي للام اوف تي فاي دي فاي. تمام، ايضا نجي نقارن، هذا الجزء يمثل لي الامبليتيود، هذا الجزء يمثل لي اوميجا سي تي، اذا هذا الجزء هو يمثل لي كي اف في اشاره المعلومات. يعني نجي نكتبها كي اف تكامل من سالب انفينيتي تي ام اوف فاي دي فاي شو يساوي لي؟ يساوي لي 10 ساين 2 باي 10 أس 3 تي. أوكي، هنا هاي كيف شكل قيمتها مطينيها بالسؤال؟ 10 باي، يعني هذا القيمة كلها تتقسم على 10 باي. نرجع نكتبها هاي على 10 باي، يعني راح يبقى لي فقط 1 على باي ساين 2 باي 10 أس 3 تي. زين، لهنا استخرجنا إشارة المعلومات؟ لا، هنا لحد الآن مستخرجين إشارة تكامل إشارة المعلومات، يعني إشارة بعد التكامل. هاي تمثل إشارة بعد التكامل. زين، أنا أريد أحسبها قبل التكامل، إذا أريد أتخلص من التكامل شو أسوي؟ أجر عملية مشتقات، مشتقة، يعني اشتق الطرف الأول واشتق الطرف الثاني، نجي نشتقه. هذا إذا نريد نشتقه إيش راح يصير عندي؟ فقط أم أوف تي. أوكي؟ هذا إذا أريد نشتقه إيش راح يكون عندي؟ واحد على باي. مشتقة الساين هو كوساين 2 باي 10 أس 3 تي، في مشتقة داخل القوس هو 2 باي 10 أس 3. تمام؟ 2 باي في 10 أس 3 عندي هنا الباي ويل باي راح يصير عندي يساوي لي 2 10 2 في 10 أس 3 كوساين 2 باي 10 أس 3 تي. هذا شو يمثل لي؟ هذا الجزء كله يمثل لي إشارة الام اوف تي. تمام؟ زين، هنا الماكسيمم ام بي لإشارة المعلومات ايش قد راح تكون قيمتها؟ الام بي فقط هو 2 في 10 أس 3، خلي بالنا. يعني 2 يعني 2000 عندي هو شنو؟ الامبليتود لإشارة المعلومات. إذا كانت عندي إشارة اف، يعني هنا الام بي، إذا الام بي شو يمثل لي؟ فقط امبليتود إشارة المعلومات هو شنو؟ 2000.
اوكي.